الملكيه المختلفه، مصر بترقص كثير من المحافل الدوليه، وكان يرقص محفل هام جدا في الانتاج في الامم المتحده في الفتره الاخيره، وده مركز ومكانه في مؤتمر، ان ترقص مصر المؤتمر نفسه اعتقد يعني خطوه اكثر من ايجابيه في هذه المحافل الدوليه. نتمنى من سيادتك ان تقدم البحيره باذن الله في خلال هذا العام موديل يحتذى به ويتعلم منه، وايضا كمان بنتعلم من حيث انتهى الاخرون في هذه المحافل الدوليه. هنتحرك للبحيره، احنا وعدنا سياده المحافظ ان هي نبدا من عندها، ممكن نعمل لها زياره سريعه عن قريب، هي المحافظه جاهزه، جمعيه حمايه المستهلك هناك جاهزه، التوعيه للمراه في شراء المنتجات واداره المنزل مهمه جدا في هذه المرحله، ومن ما كنا نتوقع يمكن في 24 ساعة تحدثنا مرة ثانية على التليفون وقال احنا مع حق المرأة المصرية، مع تكريمها، مع إرادتها، مع تكريمها أمام أسرتها جميعا، فلن نقبل بأي إعلان يقلل من قدر المرأة المصرية لا في الراديو ولا في التلفزيون، وفعلا تدخل مع كل الشركات، ونعلم مدى صعوبة هذا في وقف اعلان او تعديل اعلان او حتى التحاور على تغيير مفهوم اعلان. فبشكرك سياده اللواء شكر جديد على يعني على التحرك السريع في اي وقت، وخاصه زي ما بقول الاعلانات كلها بيبقى مدفوع فيها كثير من الاموال، ولكن التحرك ومقدره وقدره مع كل الشركات كان لك الفضل العظيم في وقف اعلانات وتعديل اعلانات ووقوف جهاز حماية المستهلك في وقت أعلى مشاهدة على مستوى كل الأوقات في العام هو شهر رمضان، وكان يجب